مسعر ابن كيدام من باب الفائدة، لأن في سيرته فائدة نستفيد منها هنا. هو مسعر ابن كيدام كما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء، شيخ بغداد ثقة، كان أحول يعني من شدة حؤولته، أنه إذا نظر كما قالوا إذا نظر إلى الإنسان كأنه ينظر إلى الحائط. كان برا بأمه كما في الطبقات لابن سعد، وكان يأتي معه بلباد إلى المسجد وهي معه وكانت عابدة، فكان يفرش اللباد وتصلي عليه وينصرف فيصلي، فيأتي الناس إليه ويسألونه، ثم إذا انصرفوا انصرف هو وأمه. ومع هذا كله كما قال يحيى ابن معين في السير قال ما ارتحل في طلب العلم، قال ما ارتحل في طلب العلم. ولذلك يقول الذهبي في السير قال نعم، يقول قلت نعم، وكان كما قالوا لا يسمع حديثا إلا في المسجد الجامع. هذا يفيدنا بفائدة، وهي أن المقصود وإن كانت الرحلة إلى طلب العلم موجودة في عصر السلف، المقصود من طالب العلم أن يتعلم علما ينفعه، ليست العبرة بكثرة الارتحال والذهاب والإياب في طلب العلم. لا، انظر إلى هذا الرجل، جلس ولم يرتحل وأخذ العلم من أهل بلدته فقط، ولم يتعنى في الذهاب إلى مساجد أخرى، مما يدل على أن المقصود، لأن بعضا من الناس ربما أنه يعظم بكثرة ما يقال فيه أنه رحل في طلب العلم وأنه درس على فلان أو فلان أو فلان، ويعدد مئات وآلاف المشايخ. العبرة بالإتقان، العبرة بأن تظفر بعلم نافع. ومع هذا كان هذا الرجل كان عابدا ورعا رحمه الله، حتى قال سفيان الثوري، سفيان الثوري من الثقات من الجبال، يقول كنا إذا اختلفنا في شيء أتينا إليه فوجدنا عنده علما، مما يدل على أن حفظ الوقت من طالب العلم ومن العالم هو خير له، وهذا فائدة وعبرة لمن هو طالب للعلم. ومع هذا كله قال الإمام أحمد في موسوعة أقواله في الرجال قال رحمه الله لم أسمع من مسعر أنه كان مرجئا، ولكنهم كانوا يقولون لا يستثني، يعني مسألة يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، وهذه بها تفصيل كما في محلها. يقول ابن الأثير عنه يقول والله إن مسعر ليتمنى أن ضرسه قد قلعت وأنه لا يسأل عن حديث، يريد الفكاك. حتى قال الذهبي عنه في سير أعلام النبلاء أنه كان يقول وددت من المودة من خالص الحب، يقول وددت أن الأحاديث قوارير على رأسي فسقطت فتكسرت حتى لو أسأل، لكنه يخشى من كتمان العلم.